السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بعد حلقه احمد السقا امبارح تحديدا في رامز نيفر اند، الناس كلها بدات تهاجم احمد السقا بما انه ان هو كان واحد بيقول ان انا مربي للحيوانات وبعشق للحيوانات، بعد استفزازه للجمهور وقطمه لراس التعبان اللي ما كملش شهر واحد ورماه في منظر زي ما بيقولوا حاجه مش ظريفه. ما علينا، رواد السوشيال ميديا كلهم بعد الحلقة دي على طول بدأوا يهاجموا أحمد السقا ويقولوا له أنت واحد بتحب الحيوانات إزاي وعملت كده في التعبان، حتى لو عملت كده في التعبان ما تعملش بالمنظر ده. أبرز التعليقات دي لما واحد طلع وهو مربي حيوانات، وحيوانات أليفة وحيوانات غير أليفة، اللي طلع وبيقول أحمد السقا حب إن هو يعمل نفسه شجيع السيمة، وطلع وبيقطم راس التعبان اللي ما كملش من العمر شهر واحد، ملوش اي لازمة. التعبان ده عبارة عن فتلة. ولكن في المجمل انا شايف ان احمد السقا واحد ما بيحبش الحيوانات اطلاقا بعد الحركة اللي عملها دي. وابتدت رواد التواصل الاجتماعي كلهم بيفكروا ان التعبان ده مش حقيقي، واللي يفكر ان الحركة دي كانت فيك، واللي يفكر. مشاعر الناس كلها استفزتهم قطم التعبان او قطم احمد السقا لراس التعبان ويرميها بالمنظر ده، وخصوصا الناس اللي هي كمان مربية حيوانات. رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ قطم التعبان علشان يبين ان هو شجيع سيمة او ايا كان. واحد من الناس، انا من جمهور احمد السقا وما بقدرش استغنى عنه، مؤدب ومحترم ومهذب وراجل فنان بمعنى الكلمة. ولكن الهجوم اللي بيحصل من يمين ومن شمال كلها حاجات ملهاش لازمة. مربي الحيوانات اللي قال الكلمتين دول حقه، محدش يقدر يعترض عليه نهائيا، والدليل اللي احنا كمان بنتكلم في الخبر ده. وسائل التواصل الاجتماعي نزلت الخبر ده وكان متصدر وسائل الصحافة الالكترونية كلها، وخصوصا ان احمد السقا مالوش حظ السنة دي في رمضان ان يبقى ليه مسلسل معين، علشان كده ما صدقوا ان هو يقولوا حاجة معينة وبرنامج زي البرنامج ده علشان يتكلموا فيه. واحد من الناس هو حلف قدامنا كلنا ان هو ما يعرفش اي حاجة على البرنامج ده، وان الحاجة دي كلها فيك وحاجة مفتعلة ببساطة. ولكن اللي انا شايفه ان الامر مفتعل شوية، واعتقد ان البرنامج المرة دي هيبقى مصالحة مع الناس لرامز جلال مع الناس، يعني كمية الضربة هتبقى فيه قليلة وكمية الاهانة والشتيمة برضو هتبقى فيه قليلة، وخصوصا بعد الحركة اللي طلعت من محمد رمضان وبعدها على طول برضو الناس قالوا له الموضوع ده كله فيك في فيك. رأيكم في الموضوع ايه؟ ورأيكم في مقالب رامز جلال ايه اللي ممكن تودي لمصيبة وداهية؟ ورأيكم في الممثلين اللي جايبهم ايه؟ هل هم بيطلعوا ولا هل هو بينزلهم؟ ورأيكم في احمد السقا وخلافه ايه؟ السلام عليكم.